واللي يمكن لي نلخص يعني المحتوى ديالها في اربع نقاط. النقطة الأولى هي أن أول دورة تعقد هنا بمقر هذه العمالة اللي عملت بالمسيك اللي هي تابعة للدار البيضاء الكبرى وتابعة للجهة. ثانيا هو أن هذه الدورة تتسم ب يعني الدراسة والتصويت على 50 نقطة من ضمنها 40 مشروع. الأربعين مشروع فيها 1.6 مليار ديال الدرهم اللي غادي يعني يتم التمويل ديال من خلال هذه المشاريع هذه. النقطة الثالثة هو أن هذه الدورة غادي تعرف الموافقة النهائية على المخطط الجهوي لإعداد التراب بعد مراحل طويلة وشاقة لإعداده. ثم النقطة الأخيرة هي أننا سنصوت كذلك على إعادة برمجة تقريبا 560 مليون ديال الدرهم اللي حتى هي فيها واحد العمل شاق لأن باش تخرجوها من الحسابات القديمة في إطار الترشيد ديال الموارد المالية ديال الجهة. وهذا 560 مليون تمكننا كذلك من تمويل المشاريع المقبلة إن شاء الله. أهم خلاصات اللي خرجوا في ختام المشاورات المخطط الجهوي؟ من الخلاصات سبقنا وعلنا عليها ولكن وغادي نذكرها اليوم. الأساس هو أن هذا المخطط بين بعض التخصصات ديال 5 المناطق في الجهة يعني اللي فيها واحد العدد الجماعات، وكل منطقة عندها تصور اجتماعي اقتصادي خاص بها حسب يعني المعطيات الديموغرافية والاقتصادية والعلمية اللي كاينة في كل منطقة من المناطق. وصعب جدا أن يقول لكم الكل لأن هذا مخطط ديال 25 سنة هو اللي كيعطي البنية ديال الانطلاقة ديال المخططات ديال الجهة. يعني منه ننطلق لإعداد المخطط الجهوي للتنمية لسنة 2022-2027، ومنه تنطلق كذلك البرامج ديال التهيئة ديال كل الجماعات وكل الأقاليم اللي هي تصميم للبناء والتعمير داخل الجهة.